ريمال تي في تتمنى لكم رمضان كريم، باقة رمضانية متنوعة لكل العائلة، صحة، موضة، تقنية، مجتمع، سياسة، رياضة وغيرها من البرامج من أجلكم. تابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك ريمال تي في أوفيسيال أو عبر قناتنا على اليوتيوب ريمال تي في. ريمال تي في تتمنى لكم رمضان كريم، باقة رمضانية متنوعة لكل العائلة، صحة، موضة، تقنية، مجتمع، سياسة، رياضة وغيرها من البرامج من أجلكم. رمضان مبارك كريم. حانونا برنامجكم مراح الفرقان على قناتكم ريمال تي في. عادات وتقاليد المجتمع الحساني في رمضان الأبرك، فانتظرونا على قناتكم ريمال تي في ليتعرفوا على عادات وطقوس المجتمع الحساني في هذا الشهر الفضيل. حانونا برنامجكم مراحل فرقان. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الحلقة المباشرة وبرنامجكم مراحل فرقان، برنامج مراحل فرقان، البرنامج اللي يعنى بالثقافة الحسانية بكل تجلياتها. نشوفوا معاكم عاداتنا تقاليدنا شكامل اللي هم موروثنا الحساني. فتحية للجميع، تحية لكل المشاهدين الكرام سواء داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن، ودائما كيف عودناكم نختاروا مواضيع اللي تعود قريبة من مجتمعنا الحساني اللي دائما تهم موروثنا الحساني والثقافي. أكيد فتحية للجميع، نحييكم ونشكركم ونرحبوا بكم. أكيد مرحبتي بك يا أحمد، مساء الخير. سلمى، وكيف ما قلت يا سلمى، دائما موضوع ولا مواضيع برنامج مراحل فرقان تعود قريبة من المشاهد وقريبة من واقع المجتمع الحساني، وكذلك كيف ما يقولوا مناسبة الشرط، وبما أننا مقبلين على يعني على عيد الفطر، مقبلين على نهاية رمضان، فبالتالي اخترنا كموضوع لحلقة الليلة موضوع عيد الفطر في الأقاليم الصحراوية وخصوصيتها وعند المجتمع الحساني. نذكر المشاهدين أنهم يمكنهم التفاعل معنا دائما من خلال الرقم الظاهر على الشاشة أو من خلال تعليقاتكم عبر الفيسبوك. أكيد يا أحمد، اخترنا ليلى على أن نشوف خصوصية أجواء العيد كيف تاش تخطوها مشاهدينا الكرام. طبيعة الحال بإمكانكم تتفاعلوا مع موضوع هاي الحلقة من خلال الرقم اللي يظهر لكم أسفل الشاشة، وبالنسبة للناس كذلك اللي عودونا وطبونا على ذاك على أنهم يبعثونا برسائلهم مشاركاتهم من خلال الرسائل الصفحة الرسمية ريمال تي في أوفيسيال. فتحية للجميع، نشكركم دائما ونقول لكم عواشركم مباركة، إن شاء الله تعيدوا وتزيدوا وإن شاء الله يرفع لكم بالصحة والسلامة وطول العمر وزكات الأيام. فتحية للجميع. كيف تعرف يا أحمد وعفو كذلك بعض المشاهدين الكرام لأنه وجواء تعود خاصة بالعيد، نعرفوا عن شي من هامات لا يخلق وشي منها مازال يخلق، نعرفوا عن ياسر من الأمور طرات، ياسر من المستجدات طرات في هذا الجانب، نحاولوا ما أمكن أن تقربوا منها في هذه الحلقة. وبطبيعة الحال نشوفوا الأمور اللي كان كانت مثلا تخلق وعادت قليلة، يعني ياسر من مظاهر الاحتفال اللي كانت تجسد والله كانت تظهر في مجتمعنا الحساني، يا خير درك غابت، نقدر نقول عنه تغيرت الأمور. نحاول ما أمكن تقربوا من هذا كامل من خلال حلقتنا هاي الليلة ومن خلال كذلك مشاركاتكم أنتم أوفياء البرنامج أوفياء برنامج مراحل فرقان. حيوا كذلك كل المشاهدين الكرام اللي يتابعونا من خارج أرض الوطن، أوفياءنا كذلك اللي دائما متابعين البرنامج نحيوهم ونشكرهم. لا تنسوا كذلك تعدلوا مشاركة لهذا البث الإلكتروني مع أصدقائكم في الفيسبوك. فتحية للجميع. كيف نعرفوا يا أحمد على أنه ياسر من مظاهر الاحتفال في مجتمعنا الحساني اللي كانت تخلق وخارج مازال منها اللي مازال يخلق إلى يومنا هذا؟ طبعا الحال دائما
في نهار العيد والله احيانا قاعد تبدا سابق نهار العيد الاجواء الاحتفال يعني والله مظاهر الاحتفال تبدا نقدر نقولوا من ليله 27 يعني كيف مثلا ذاك الكسكس مثلا اللي يخلق اللي يمشي مثلا المسيد خلق يعني بعض الاقاليم يعدلوا خلق بعض الاقاليم كذلك اللي طبيعه الحال يحتفلوا كلها وكيفاش يحتفل هذا الاحتفال يعني يختلف بطبيعه الحال من منطقه لمنطقه اخرى والله من بلده لبلده ثانيه. أكيد سالم، وكيف ما قلتي يعني خارج ياسر من العادات اللي كان المجتمع الحساني محافظ عليها يعني في بداية نشوء والله بداية ظهوره، من كان يعني في مرحلة الترحال ومرحلة الفرقان اللي كانت تتنقل عبر يعني من بلد لبلد، فأكيد أنه بحكم التمدن وبحكم يعني دخول والله شي ياسر عاد طاري على المجتمع الحساني من خلال العولمة والله من خلال الشيء اللي دخل عليه من ثقافات ثانية، فأكيد أن ياسر من العادات اللي كانت عند المجتمع الحساني ما تلات وحتى إلى عادة مازالت كاينة والله محافظ عليها اللي تعود تطورت بحكم الوسائل اللي عادت جديدة وبحكم كذلك احتكاكه بثقافات ثانية، فأكيد جدا أنه يعني احتكاكه بثقافات ثانية والله انتقاله من مستوى يعني مستوى اللي هو مستوى الترحال ومستوى إنسان يعود معزف في بلاد والله يعود الفريق قاع ولا الفرقان كاملة مجتمعة في بلاد اللي هي بعيدة عن الدشرة، فهذا اللي يعود مغاير تماما يعني العادات والله للتقاليد اللي هي خلقت والله اللي عادت درك في المجتمع الحساني، ما حد عايد درك في الدشرة وعايد يعني في احتكاك ثقافات ثانية وفي بلدان ثانية اللي هي في المجتمع الحساني. كيف عفوا يا احمد على انه ياسر من الامور تغيرت قد منين نتكلموا مثلا عن هذا العيد اللي هو العيد الصغير ما هو مثلا كيف عيد اللحم خالق من رجل يقول لك هذا هو مثلا العيد اللي يخصص للباس اللي تكلمنا مثلا فتنا خصصنا حرق الزي التقليدي هذا العيد هو يعني اللي تتمظهر فيه ياسر من الامور اللي تخص الزي التقليدي ذاك علاه بعض الرجال تجبروا مثلا يشري الباس في هذا العيد عكس العيد مثلا الكبير اللي يقول لك هذاك راهو عيد اللحم والعيد احتفال من نوع ثاني بطبيعه الحال وطقوس من نوع ثاني اللي تخلق فيه يا غير هذا العيد الصغير كيف يسموه في بعض المناطق يا غير هذا عيد الفطر نعرفوا عنه ياسر بن رجلي شنو مظهر الاحتفال هو الباس قد منين مثلا نهار العيد يصبح مثلا رجلي كامل لابس الباس زين الباس جديد الباس كيف نقولوا النهار الكبير هون يعني نجبروا يعني هذه نقدروا نقولوا عنها مسلم مشتركه في جميع البلدات وجميع المناطق يا غير اللي ميز في المجتمع الحسني انه يعني بعض المعايل يا خوتي تفقدوا دراريهم والطافلات كذلك يعني يشوفوا يعني كذلك ذاك التناسق اللي يخلق في اللباس هذه يعني امور لاحظوها نهار العيد خاصه في هذا العيد عيد الفطر اكيد سالم سبحان الله كيف ما قلتي يعني تكلمنا في الحلقات الماضيه عن اللباس ودوره كذلك في يعني في اظهار والله ابراز مكانه الزي التقليدي عند المجتمع الحساني خصوصيته كذلك من خلال خياطته من خلال يعني بحالش يعود الزي التقليدي عند الفرد الصحراوي والله عند سواء عند العلايات والله عند الرجاله فبالتالي كيف ما قلنا وتكلمنا في الحلقه الماضيه والله حلقه ماضيه عن الزي التقليدي عند المجتمع الحساني وبحالش عن ياسر من الشباب مات لا نقولوا مستهم والله ما نقولوا مستهم يا غير ياسر من الامور استجدت عنه في الحياه اليوميه ما خلاته يلتزم قباله بالزي الصحراوي بحكم المشاغل اللي تعود يوميه فبالتالي انا نقد نقول لك عن ولا نقد نقوله في ذي الحلقه عن العيد والله هذا اللي سميناه درك عيد اللباس هو فرصه لاعاده الارتباط بين الزي التقليدي والمجتمع الحساني تصبري سبحان الله كل شيء نقد نقوله قاع بدون استثناء ما خارج حد صحراوي من الرجل اللي في الدشرة والله اللي في البلد اللي قايسين مصلى مثلا حق. ما تجبري حد منهم ما هو لابس زي التقليد سواء العلايات لابسين الملاحف والله الرجال لابسين كذلك الدراريع فبالتالي تجبري سبحان الله واحد الناس يظهر عندهم ذاك التشبت بالزي التقليدي وكذلك ذاك الاهتمام رغم المشاغل اللي تعود يومية في طيلة العام يا غير قد نقول يعني في الفرصة اللي تتاح لهم
كان هم يبينوا مثلا ارتباطهم بذا الزي من خلال هذا العيد. هذا العيد كيف نعرفوا عنه يا سمر رجلي يعتبروا عيد اللباس، عيد الاحتفال باللباس، عيد يعني على قد فرحتهم بالفتره كيف قال مولانا يعني في هذا الشهر يقول لك المسلمي فرحتان، فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربي. يعني هون نجبروا ذاك الفرحه اللي تعود نهار العيد لارتباط كذلك باللباس بالزي التقليدي. نعرفوا كذلك عن التركه ملي لابد يعني تخلق يعني لابد يعني الانسان تشري كيف نقولوا توحل في اخلاق التركه الصغار وتوحل كذلك في اخلاق الرجل الكبير، خاصه ملي نتكلموا على العائلات اللي هي كبيره واللي عود يعني معيلهم ولا واحد. هون يعني نجبروا اشكاليه ملي في هذا في هذا في هذا الاطار لابد يعني بطبيعه الحال يخلق هون ذاك يا غير كل شيء مثلا يتخطى في سبيل انه ذاك النهار يتخطى وخالق ملي اللي يقول لك هذا بالنسبه لنهار العيد خاصه العيد الكبير يقول لك نهار عيدهم نهار عيدنا نهار رجوعهم هذا يعني قد تكلم كذلك عن الانسان مازال متعود على الصيام هذا خاصه في عيد الفطر. يعني الانسان مازال متعود على الصيام ياسر من الامور تخلق في هذا الجانب. نبغوا المشاهدين الكرام يشاركونا في هذه الحلقه وفي هذه الامور ويشاركونا كذلك ارائهم من خلال الرقم اللي يظهر لهم اسفل الشاشه والله كذلك من خلال الرسائل اللي يبعثوا لنا من خلال الصفحه الرسميه ريمال تي في اوفيسيال. فتحية للجميع. نحيو أبو ياسمين قايل طب تحية لك يا أبو ياسمين. كذلك جمعة السلاوي يقول تفول كيقيس كل شيء تحية لك تنميرت تحية لك. كذلك محمد رماش يقول السلام عليكم وعيدكم مبارك سعيد. أبشرك مبارك كذلك أنت يا محمد نشكرك دائما. كذلك هو نيت يقول تحية لجميع الإخوان والأخوات. نحيوك ونشكرك. نحن أكيد مازلنا في إطار والله في هاي الحلقة كيف قلت قبيل يا أحمد ياسر من رجلي يوحل في العيد ويعرف عنه ويسلف ويتكلف يا كان مثلا يشري لباس يا كان يشري مثلا خلق من رجلي مولي اللي يذبح نهار العيد هذا وخا العيد صغير والعيد ما مخصص للذبيحه يا غير بحكم انه رجلي مثلا يتقانى مثلا في دار كبيره والله مثلا عند حد من الاعمام والله من العائله والله عند كبار العائله لابد مثلا ذاك النهار يذبحوا. هذه يعني معروفه في بعض المناطق مناطق ثانيه تخطى النهار عادي كاي نهار يعني تعود مظاهر الاحتفال يا غير ما تلحق درجه مثلا انهم يذبحوا والله لانهم مثلا لابد يخلق ذاك النهار يعني النهار الكبير يعني في بعض المناطق. هون يعني ياسر من الرجلي أو ياسر حق من المشاهدين الكرام اللي يبعثوا لنا برسائلهم نحيوهم دائما ونشكرهم. كيف قلت هون واحد طلعه قايلها شاعر صراحه ما نعرف منه علين نتمنى واللي عارف منه اللي قايل هي يشاركنا والله يبعث لنا كون اسمه من خلال طبيعه الحال الصفحه الرسميه ريمال تي في اوفيسيال. هون يقول فاخبار العيد وفاخبار الكريدي اللي خلق وفاخبار يعني كامل امور خاصة يعني هون شمل تقريبا هاي طلعه شامله اللي هي قال فيها يعني ورد فيها اخبار طبيعه الحال العيد والامور اللي تخلق فيها. كيف قلت قال جاك العيد اليوم ومهدد جاك العيد اليوم ومهدد بزز الوذنين الثنتين يا قيرة فوبيها لا حد جاه العيد وغارق في الدين. هذا يعني بداية الطلعة يقول جاك العيد اليوم مهدد بزز الودنين الثنتين يا قيرة فوبيها لا حد جاه العيد وغارق في الدين. يسألوا لك وحدين خلاصات وواحد فيك الدين المفات تخلص ومبرمشيات ما تعرف قاعد تصد منين ودريك نزز مرات تخطى زز الودنين الشين وتظل تخمم وتبات وعين تدق في عين وتبات الناس تهيات للعيد بشي كامل زين تدبح وتشري لبقات وبقيت انت كيف المسكين امشي والسلف فطريني شات وقبض راتب شهرين لين امشي والسلف فطريني شات وقبض راتب شهرين لين تحصل شي ملوقيات تقبض نعجه والله ثنتين والله كبش كبير بثبات وامشي شور المرصف الحين واشري ذراعه كيف الجات من شي ما هو بزاه الصين ويدوده يلباس الطافيلات والصيده والتركه الاثنين ويدوده يلباس الطافيلات والصيده والتركه الاثنين يشري الملاحف والبذلات ورساغ يعود معلومين وقلايد وشهر الرمبيات وقلايد وشهر الرمبيات ومن البخور شريكي لين ونعايل موضه معلومات ولا تنسى حنه اليدين والصاق والكراع وشيات قالوا ما هم مذكورين وبقيت انت فشيا حالات الحياه وخالك الدين
والعلة يلا لي لجات رسالة بول الدين انتهاه منين جاك العيد اليوم مهدد بزز الوذنين الثنتين يا قيرة فوبي هلا حد جاه العيد وغارق في الدين. هذا يعني هذا عنده هذا حق من العيد قباله هذا حق يعني جايب اخبار رجلي شي الامور تخلق في العيد خاصة يعني هذا الاحتفال وجواء الاحتفال يا قير خارق اللي كيف نقوله ترجع له ب ب ب بشيء كيف هذا يعني الدين مظاهر يعني الإنسان يتكلف يا كان مثلا عائلته تفرح يا كان هو ما يظهر ذاك يا خير كيف يقولوا يا خير تفو به إلى جات رسالة مول الدين انتهى منين يعني هون هذه طلعة شاملة بعض يعني والله شاملة ذاك اللي يخلق العيد سوى هذا العيد الصغير وصل العيد يعني الكبير سوى يعني عيد الفطر والله عيد الحم هون يعني نجبروا هاي المظاهر اللي طبيعة الحال الجسد هاي الأمور تخلق في العيد وطقوس العيد وجواء العيد أكيد كيف ما قلت السالمة هو بالنسبة للتكلف والله قاع الإنسان يكلف نفسه شيء قاع أكثر من طاقتها هذا قاع منبوذ والله قاع مكروه سواء بالنسبة لعيد الحم والله عيد الفطر يعني طبيعة الحال يعني الإنسان ما يكلف في جميع الحالات جميع في جميع حالات المناسبات حق نعم هذا تكلمنا عن في حلقات ماضية عن المجتمع الحساني مزالت فيه شوي نقولوا ذيك التفاخر نوعا ما من بين الناس مزالت يعني مزالت شنو نقول لك هاي المسلم مزالت حاضرة قبالة عند المجتمع الحساني تجبري قاع ما يرضى عنه مثلا يخطي العيد أقل من حد ثاني والله كذا والله قاع يعود تركته عنه مثلا كان في مستوى وما تلي عنده والله محتاج في ذاك الوضعية ويقد مثلا كيف ما قلتي يسلف باش ما يحسوا الناس والله ما يحسوا قاع أهلوك عن بأنه مثلا مستواه ما تلكي في الديكان فبالتالي العيد هو فرصة مثلا الأصل فيه والله قاع اللي معروف عن على المجتمع الحساني عنه يعطي أهمية بالغة لصلة الرحيم أولا هذا عيد الفطر عيد الفطر هو يعني من فرصة قاع اللي متاحة للجميع عنه يصير رحمه اللي يعني تزاور من بين العائلات خاصة كيف ما نعرفوا السالمة في عيد الفطر ولا في الأعياد كاملة اللي عيد الفطر ولا عيد الحم يجتمعوا الناس في يعني في عند كبار العائلة ولا عند دار الجدود ولا يعني هذه فرصة اجتماع العائلة بغض النظر عن التكاليف بغض النظر عن يعني تدخل في نقولوا شي قاع ما لنا به غاية في الأصل اللي هو عيد الفطر احتفال وفرح بخروج مثلا رمضان واستعداد العام ثاني إلى آخره إلى آخره فبالتالي التكلف كيف ما قلنا هو منبود سواء في عيد الحم ولا في عيد الفطر الأولى في نظري أنا والله زقدي تعودي معايا في نفس الطرح الأولى هو نهتمه والله نهتم بمسائل اللي هي أرقى وما تشغلنا عن صلب غاية عيد الفطر حق يا أحمد وياسر من الرسائل اللي يبعثنا بها مشاهدينا الكرام نحييكم دائما ونشكركم دائما بطبيعة الحال مراح الفرقانة البرنامج اللي يعنى بالثقافة الحسانية فتحية للجميع لا تنسوا تعدلوا مشاركة لهذا البث الإلكتروني كان يعود النقاش أوسع والنقاش أعم كذلك دائما مشاركاتكم تقدوا يعني تشاركوا سواء من خلال رسائل تبعثوا من خلال الصفحة الرسمية ريمال تي في أوفيسيال والله من خلال الرقم يظهر لكم أسفل الشاشة فتحية للجميع ونقول لكم عواشركم مباركة إن شاء الله تعيدوا وتزيدوا فتحية للجميع نمشوا لبعض رسائل المتسبعين الكرام محمد عمي يقول واخيرت سالمة تحياتي ورمضان مبارك وبالتوفيق في تجربة ريمال تي في تحية لك يا محمد خليفة القصير يقول السلام عليكم كيف حالكم عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير وشريتوا الباس والله مازال مازلنا يد الجواد انظر انت ياك على شريت الباس ما نعرف انا جاوبت علي انا قلت راسي بعد ما نعرف احمد يبان يضحك عندي عنه شري العيد فرحان يبان ما نضل عندي انا لا الاخبار عندي فيها شري الباس اخو كان لكن خالق اللي يقول لك دراك بالله ترك الصغير هم اللي يشري الباس يا روح ترجي كبير زين الخليفة القصير يقول والله يفكنا من باس زز الودنين حق هذاك الشاعر اللي قال ويسالوا لك واحدين خلاصات وواحد فيك الدين المفات خلصوا مبرمشيات ما تعرف قاعد تصد منين وذنيك نززوا مرات تخطى زز الوذنين الثنتين تحية لك يا خليفة سفيانة السفانة الصحراوية تقول
العيد كان ولات لا كان الناس تقوم وتقيس الصلاة الصبح صلاة الصبح يعني عادوا درك ما تلات الناس تقيس تقيس يعني تبارك الله يا بكثرة هلين بكثرة يسوع عاد تقيس بكثرة يسوى ناسي يسوى يسوى ناتي يسوى ناتي يسوى رجالة ومولي مات لا خالق الماء اللي لما ما نعرف عليه هذا الرسالة مكتوبة بحروف لاتينية استعصى لي قراءة هذرك علي سفيان اللي هنا رجعوا رسالتها نوبة ثانية كذلك فرحان فرحان يقول مساء الخير الأستاذة الفاضلة السالمة ما فتنا لحقنا هيا علي نحييك يا فرحان يقول من خلالك ضيفك الكريم مرحبا بضيفي وفي الحلقة وفي الحقيقة برنامج متميز يعطي أهمية للثقافة الحسانية وهذا شيء جميل موفقين مشكور حتى فرحان وبشرك مباركة مشكور على مشاركتك معنا كذلك بس أبو حكيم يقول مساء الخير تحية للجميع وعواشركم مباركة يقول عواشر مباركة للجميع تحية لك أبو حكيم نحن مازلنا مستمرين دائما برنامجكم مراحل فرقان على قناتكم ريمال تي في فتحية لكل المشاهدين الكرام اللي يبعثونا برسائلهم فنحيو كذلك كل المتسبعين خارج أرض الوطن نتمنى أنهم يعودوا يخطوا هذه العواشر بخير وعلى خير نعرفوا عن كذلك الغربة شوية جواء العيد تعود فيها ما تعود كيف 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 الناس الهول يا خير الإنسان بعد راهو لا يالتو كيف نقولوا يتأقلم مع أي بليدة مثلا اللي يخطي فيها العيد وهو مجبر مثلا على ذاك فتحية للجميع أكيد مازلنا مستمرين معكم دائما برنامجكم مراحل فرقان على قناتكم ريمال تي في مستمرين في مناقشة هاي الأمور اللي تخص العيد وتخص أجواء العيد وطبيعة الحال دائما في إطار الاحتفاليات اللي خلقوا خالق رسالة قريتها قبيل علي يدرك ما هي قدامي من خليفة القصير يقول من بين العدالة كانت تخلق قال كان رجلي الصغير يحب فوق راس رجلي الكبير يعني هون هذه صراحة عادة تنقص كان يعني لي صغير مثلا لي صغر منك مثلا انت مثلا فايتني الله ب 15 يوم مثلا والله ليه نحب فوق راسك هذه يعني من بين الامور اللي كانت حتى باش الشباب ما هو الا بالضروره مثلا نحبوا الله فوق روس رجيل كبير مثلا والله الكهوله والله الكهلات حتى قد منين مثلا صغير اللي يعني انا مثلا تكبر مني مثلا ولو ب 15 يومين نقوم نحب فوق راسك مجبره ذاك مثلا اللي يصغر مني انا كذلك نفس الشيء هون يعني كان نجبره يعني هو ما نقدو يعني ما نقدو كما قال الخليفه القصير هو ما نقدو نقولوا عنها ماتلات يا غير قدم خالقه نقصت هي مازالت خالقه احنا عندنا بعد في الوسط اللي احنا فيه مازالت خالقه ومحافظين عليها يعني خاصه في العيد محافظين عليها بشكل يعني مداوم خاصه في العيد الرجل اللي كبر منك سواء كان خوك والله عمك والله قاع اي حد من اقاربك اللي خالق معك اللي كاين معكم في الدار حق تحب فوق يدو فوق راسه قاع الى عاده حد من كبار العائله وكذا فبالتالي هي مازالت مترسخه يا غير كيف ما قلتي يا سالمه لا احنا نذكروا بياسر من العادات اللي كاينه في المجتمع الحسني وبدات تنقص كان نثبتوها داخل المجتمع كان يعني نذكروا بها الشباب اللي طرات عليه ياسر من العادات وياسر من العادات اللي عادة داخله يقد مثلا يتناسى عاداته اللي هي اصليه واللي هي اصيله داخل المجتمع الحسني فبالتالي هذه مهمتنا كاملين ومن خلال يعني تفاعلكم من خلال مشاركتكم لمثل هذه الفيديوهات اللي نذكروا بها بثقافه المجتمع الحسني من خلال مشاركتكم وتفاعلكم نحاول ما امكن عنا نذكروا اكبر عدد ونتواصلوا مع اكبر عدد ونتقاسموا معه هذا الفيديو والله هذا البث المباشر وكيف ما قلت قبيل عن المجتمع الحساني في خلال ترحاله كان كذلك على مستوى الاكل حق على مستوى الاكل كذلك تغيرت ياسر من الامور طرات على المجتمع الحساني كنا نعرفه والله اللي هو معروف عن المجتمع الحساني في ايام الترحال وايام البدو كان يعني مأكولاته فيها فقط لا نقولوا لا الامور اللي هي في البيئه ديالهم يعني ما تقدري تجبري شيء مثلا دخيل عليه حق تجبري مثلا لا مثلا حسان المقلي والتمر والحليب وتاي ونوبه بالغمان
يعني لا ده يعني لا شيء من شيء من وسط من وسطه ولا شيء من انتاج الفرد الصحراوي داخل الفريق. اما درك انت تعرف يا سالم درك عاد كل شيء كل شيء يحضر يعني تجبري مثلا العصائر بمختلف انواعها الحلويات الحمد لله هو الحمد لله يا غير احنا نتكلموا عن الفرق الحمد لله ياسر شوف هو راه خارج من امور تغيرت للاحسن للافضل وهذا شيء زين عندنا يا غير ما يعني ما يلا ننساو اصلا مثلا ننساو كل شيء ما قلتش وقت خارج قال لها شويه من الزرعه يتفرحوا ويتفاتنوا عليك التريكه وننساو ما هو ذاك قصدي قصدي عنه نخلو ذاك 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 اللي هو متجدر في الثقافه الحسانيه باش ما ينسى وملي نزيدوا عليه هذا الشيء اللي طاري اللي هو زين في يعني اللي هو احنا ما لنا نابذين زياده الخير خيرين يعني ثبتوا بعد اللي هو اصيل في ثقافتنا وعاقب ذاك يعني كان ندخلوا شيء ثاني اللي هو مثلا نقولوا بحكم احتكاك بثقافه ثانيه وكيف ما قلنا خالد ياسر مرت لي والله نقولوا افراد المجتمع الحساني عودوا مثلا تنقلوا بلدات ثانيه واحتكوا بثقافه ثانيه اكيد ان لا يتعود مولي ثقافه ثانيه وارده على المجتمع الحساني لكن ما يرضنا ننساو الثقافه اللي هي اصيله ما نقدونا نعتوها في قلت شيء طبعا الحال مسلم فروغ من هيا غير الله كيف قلت قبيل لأنه الأكلات كانوا يخلقوا في اللي يسبق كان يعني سايد أمور ياسم الأمور ما هي متوفرة هذاك اللي قصدت أنا ما هي متوفرة وما هي خالقة بهذا المفهوم يعني خارج الله شوي صفيفة من الدقيق والله صفيفة من الدشيشة والله صفيفة من هذا يعني أمور تغيرت للأفضل وهذا شيء زين عنا وخارج كذلك من الأمور اللي هي ما يلتها تتغير وتغيرت وهذا يعني مثلا يعني ملي حتى هي نشيروا لها وبطبيعة الحال شيء كامل داخل في متغيرات سواء يعني ثابت والله المتغير في موروثنا الحساني نذكروه ونشاركوا المشاهدين الكرام معاه وحتى المشاهدين الكرام راهم حتى هما يفقدونا في ياسر بعض الامور اللي احنا ناسينها وما نشيروا لها في خلال الحلقه تبارك الله نجبروا من خلال رسائل المشاهدين والله من خلال اتصالاتهم ومكالماتهم معنا نجبرهم يعني دائما يشاركونا كذلك هون المهدي بوزنكاد يقول السلام لاهي نسولكم وقت البرنامج لاهي يتم في وقته من بعد رمضان بداية المهدي ما يمكن يعني في وقت ما هو رمضان تم إلى هذا الوقت بطبيعة الحال أكيد الوقت لاهي يتغير في الدمنين مثلا يفطر الحالية المهدي وإن شاء الله دائما متتبعين القناة قناة ريمال تيفي لاهي يشوفوا التغيير بطبيعة الحال الجديد من بعد الشهر الفضيل تحية لك يا المهدي بوزنكات علي تفراوت يقول عواشركم مبروكة عواشرك مباركة كذلك يا علي تفراوت محمد سالم الهيت شاعرنا طبعا الحال نحيوك يقول عيد مبارك سعيد والله يدخلوا عليكم بالخير والخمير والسعادة وصلاح الدارين تحية لك يا محمد سالم راه بلك راه بلك راه قعدت فيها الليلة والجواد الله يا كان يا خير ما لهي ما لهي ما لهي يغلق حد بالشاعر والأكيد البدع الزين تحية لك شاعرنا تحية من خلالك لكل المتتبعين من مدينة الطنطان مدينة العبور نحيو كذلك من خلالك كل البداعة والشعارة والمقنيين اللي يشاهدونا فتحية للجميع كذلك رسالة مجيد يقول السلام عليكم اشنبتك ياك لباس مشكورة سلم وضيفك موفقين بإذن الله وعيدكم مبارك سعيد تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله العيد عند المجتمع الصحراوي كان ومازال نهار ساوي به اللي فيه ياسر من المودة والحنان والتسامح والفرح يقول والعيد هو النهار اللي تكثر فيه الحمد لله صلة الرحيم في القبل يعني في قبل كان منين يجي العيد في الليلة اللي لا هي صباح العيد خاصك تعود شاري لباسه ومن شدة الفرحة تخزن اللباس العيد تحت الوسادة والله والله لا كانت تخلق هاي الأمور
كيف قال تحت الوسادة، وكنا نمشوا نصيلوا الرحيم وكلها يدور معاك بالفضة وتشوف الصبية فرحانين. الله يدومها فرحة إن شاء الله، عيدكم مبارك سعيد. والله هذه يعني من بين الأمور اللي كانت تخلق هذا، يعني ذكرناه في يمات مني كان مثلا الشير صغير ويمشي مثلا صلة الرحيم منها يسلم على منها، يعني راهي تربي في الإنسان مثلا والله في تركة الصغير تربي فيهم روح مثلا صلة الرحيم، وعلى أنه لا بد ذاك التآزر اللي يخلق نهار العيد. وما اللي تقبض شوي من الفضة كيف قال هاي مسلت خزين الباس تحت الوسادة. أنا أقول لك ما ولا تخزين الباس ما يدقع رقاد هاك الليلة تجيك طويلة جي ليلة سبحان الله ما تبغي قاعد، خاصة اللي عاد الباس جديد ليلة سبحان الله ما تبغي قاعد توفى وتبات تقلب والرقاد ما يجيك وتحاني وين تتلبس الباسك. رواية هذه يعني من بين الأمور اللي طرات، طفلة صغيرة فرحانة بالباسها لبسته من كثرة فرحتها به ما خلات إلى الصبح، هي مازال صغيرة ما خلات إلى الصبح نهار عيد ياك تلبسه، هو صبحة ماليته وصبح الباس الناس تركه لابسين لباسهم وهي صبحة لباسها منشور مصبا الله من عزتي كانها ما قد تصبر على هذا يعني بين يعني الكويويات اللي يخلقوا يعني في نهار العيد وليلة العيد راهي يعني يخلقوا ياسر من المراد ويخلقوا ياسر من بينها، يعني هذه الأمور اللي الإنسان يخزن لباس وخايف الله حد في الليل يجي يسرقه. والله يعني عقل سبحان الله عقل الصقر قد ديك مثلا لباس ساعات وديك مثلا كيف نقول وشنه نقولوا البراءة اللي كانت في التركة تجبرهم مثلا عزارة وعزبوا فيهم براءة فيهم سداجة فيهم ما تلات دريك درك تبارك الله كلها عاد يعني تقيرت العقليات وتطورت ياسر من الأمور. كيف سالمو كيف ما قلنا قبل يعني سبحان الله يعني عيد الفطر هو مناسبة لزيارة الأقارب وزيارة يعني الأهل والجماع عند كبار العائلة، خاصة عند دار الجدود والله دار كبار العائلة. فبالتالي كيف ما قلنا لابد عن الفرد الصحراوي والله حد من الرجل اللي يعني هامه عنه يحتفل بالعيد يتناسى جميع بخالق تجبر درك يعودوا مثلا خلال رمضان والله سابق رمضان سابق عفوا العيد تجبر الناس مثلا متضايقة والله شيء، فحتى أنا ما قد درجاج مثلا أني يصلح مثلا أخطاءه خلال رمضان وهو اللي شهر المغفرة وشهر كذا، فالعيد يكون فرصة بالنسبة للمجتمع الحساني كانوا يتناسى ياسر من يعني من المشاكل اللي تكون نقولوا مواكباه خلال شهر رمضان. خالق مول اللي عادة غير نقولوا عادة شبه مندثرة داخل المجتمع الحساني هي كانت معاه منذ القدم في أيام الفريق وأيام الخيام اللي كانت هي زيارة المقابر، كان المجتمع الحساني استنانة بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كان المجتمع والله الفرد الصحراوي خلال يعني خلال العيد تعود زيارة المقابر يا غير نقدر نقوله هي اندثرت لا سواء عند المجتمع الحساني لا سواء عند غيره، يعني خاصة كيف ما قلنا وتكلمنا في ياسر من الحلقات هي مزالت يا غير نقوله لا خصرها حلقة حتى زيارة المقابر همان الله أنا قلت لك بمناسبة الشرط بالنسبة للعيد يوم العيد كانت تخلق زيارة المقابر يا غير درك هي نقوله عادة قليلة من الناس اللي مزالوا مستهمين فيها. وكيف ما قلت وقلنا في ياسر من الحلقات اللي سبقت عنه المجتمع الحساني والله تقاليده بحكم عنه محافظ وبحكم عنه تحكم ياسر من العادات تجبري عنه عاداته متأثرة قباله بالوازع الديني تجبري عن ياسر من العادات اللي قد يقول رقاج عنها ما هي مفهومة يا غير اللي تبحث على اللي تبحث تجبر عنها مستأصلة والله مستنبطة من 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 يعني من التعاليم الديني اللي هي تبث داخل المجتمع الحساني نوع من الحافظية والله نوع من شيء دلمته حق يا أحمد. وأكيد المشاهدين الكرام نحيوهم ونشكرهم دائما وفياء أنا اللي مازالوا سهرانين معنا وفياء برنامج مراحل الفرقان أكيد والمهتمين كذلك بالموروث الحساني والثقافة الحسانية يشاركونا من خلال الصفحة الرسمية لمال تي في أوفيسيل والله من خلال الرغم يظهر لكم أسفل الشاشة وفياءنا
فتحية للجميع واشركم مباركة دائما نقولوها. من بين كذلك الرسائل اللي لحقتنا في الصفحة الرسمية من فرحان فرحان يقول: أهلا وسهلا مجددا، أنا إن شاء الله سأكون على موعد مع أول عيد خارج أرض الوطن، وسأشتاق لتلك الأجواء البدوية الرائعة، خصوصا زيارة الأقارب وصلة الرحم بين الجيران والفرحة العامة في المجتمع الحساني، وأهم شيء الأعراضي بين الجيران. فات لا يتخطاك ياسر يا فرحان. عفوا عن ياسر، حق ابن يعني حد يعني نهار عند هذا ونهار عند هذا، يعني هذه من بين الأمور اللي تخلق في مجتمعنا الحساني. وخلع عنا فرحان فرحان، رغم اللي قلنا قبيل ياسر من الإنسان خاصه يحاول يتأقلم مع أجواء، هو يعني كيف قال على أنه أول عيد خارج يعني بلو خارج وطنه، يا قير ما عليك الجودة لا تصبر، لأنه بالفعل الإنسان خاصه يتأقلم والظروف تفرض شي ياسر، وكيف قال مغني الظروف وديك عادة وعليها ما نعرفاش، يقطع بالظروف ماذا وتجيب الظروف عليين. بين قوسين هذا القاف المر عني، اللي بطبيعة الحال من القفان المشهورين اللي تخلي والله تجسد شي كامل، أمور تحكم الظروف على رقاج. هون الشاعر محمد سالم الهيط راهو يا اخوتي مانسان، راهو زرق لنا قاف يا احمد. قال الشاعر محمد سالم الهيط: الناس العيد لا تعيد، الناس العيد لا تعيد، بالفرحه تتلقالو، مازال العيد لا العيد، هو واهله مازالو. زين، مشكور حتى حق الناس العيد لا تعيد، بالفرحة تتلقاله، مازال العيد لا العيد، هو وهلو مازالو. تحية لك يا شاعرنا، والله لو خيرت أصل قارة يا أخوتي، راهو لا يعني بالنسبة لي أنا كان نقول مثل لو كنت مثلا اللي بدا يعني تم لا شيء في قفان. لو كنت يا غير خلع عنا. خلع عنا، نحيو شعراءنا ونحيو بداعنا. فدائما معكم أوفياءنا في طبيعة الحال مع رسائلكم. مبارك قنوش يقول: مرحبا أختي السالمة، والله الله وخيرت كبيرة، وخيرت بيك يا مبارك. يقول: رمضان كريم، العيد ذهب طقوسه مع الأسلاف، ضريك باقي منه البذخ والإسراف والفيش، أيهم يطرح شيء أخير من شيء، الناس كلها ساد عليه، ما نعرف بابو، ما نعرف ما عليه، ساد عليه بابو. هي الناس كلها ساد عليه بابو. العيد هو صلة الأرحام والتسامح بالفعل. يعني هذه من بين الملاحظات اللي يعني الزينة اللي شار لها مبارك قنوشي. قال هاي مسلت كلها ساد عليه بابو، سبحان الله، هاي أمور يعني لاحظوها بالفعل، يعني خارقة، يعني بليدات والله أحياء نجبروا ناسهم، يعني والله الرجل اللي فيهم والله الساكن اللي فيهم نجبروها دائما خارق صلة الرحم، يا غير سبحان الله بعض الأحياء ما نعرف شنو هو مرض ذاك والله شنو سبب ذاك. نعم، قد يعود ذاك بحكم يعني قد نقوله تداخل يعني أهل الحي الواحد، والله البلاد الواحدة اللي يعودوا فيها مثلا ذو المسائل، اللي عادوا مثلا الناس متداخلين بينهم ومثلا كبروا مع بعضهم من يعني بداية مثلا سكنهم في ذا الحي، يعني طول العشرة مثلا، طول العشرة في ذا الحي هو اللي لا يأثر يعني صراحة. حتى عايشناها قاع مع ناس ياسر من الناس اللي كانوا مثلا ساكنين معنا في الحي، والله كذا تجبر إلا الساعة اللي يبغي مثلا يتحول لبلد ثاني تجيك صعيبة، مثلا تقول مثلا كيف انه حد من العائلة له يتنقل لبلد ثاني، غير الساعة اللي يكونوا مثلا مجتمعين والله يجي مثلا تجي مناسبة معينة مثل العيد والله شي دنبتو تجبر الناس كاملة مجتمعة، الناس يعني تصير رحمها من بين أهل الحي الواحد، تجبر واحد نقوله حيوية داخل الحي لا حي واحد، يعني الناس من بينها تصير رحمها، رغم أنها نقولوا رحم غير دموية، غير تجبر الناس من بين هنا وعمل الألفة، نوع من شو نقولوا لها، نوع من التواصل من بينها، رغم أنها ما تجمعها قرابة، ما تجمعها شيء، غير كيف ما قلنا ديك العشرة والله ديك طول العشرة اللي كانت من بينهم هي اللي تأثر في نظر، يعني هي اللي تأثر وهي اللي تخلي يعني ذا النوع من التواصل
يخلق يا غير إذا كان مولي كلها كيف ما قالت متدخلتنا قالت يعني عنه كلها قافل الباب عليه، فأكيد أن ما نقدر نتكلم عن صلة الرحم سواء من بين الرجل اللي هو متقارب ولا سواء من بين الرجل اللي ساكن في حي واحد ولا قاع أي واحد يسكن في بلد واحد. حق هذه يعني من بين الأمور اللي لاحظوها في بعض الأحياء، وأحيانا مولي رجلي مولي راهو مولي يسافر مولي من بليدة لبليدة ومن مدينة لمدينة كانوا يخطي هاي المناسبة، خاصة الرجلي اللي ما عنده مثلا ارتباط مثلا في هذيك البلد اللي هو عايد فيه. ودائما معكم أوفياء أنا مشاهدينا الكرام وفي برنامج مراحل فرقان وقناتكم ريمال تي في، مستمرين في نقاش هذا الموضوع اللي هي خصوصية أجواء العيد في مجتمعنا الحساني، خاصة هذا العيد عيد الفطر اللي ياسر من رجلي معتبره عيد اللباس، عيد صلة الرحيم، عيد التراحم، عيد التسامح في ياسر من المجالات. وكيف قال شاعرنا محمد سالم الهيط، الناس العيد لا تعيد بالفرحة تتلقالوا، مازال العيد لا العيد هو وهلو مازالوا. وأكيد مازلنا مستمرين معكم أوفياء، نشوفوا مشاركاتكم معنا من خلال الرسائل اللي تبعثوا من خلالها. كذلك هون ملعينين جدي يقول مساء الخير، مبارك عواشيركم موفقين الأخت ومنت العمومة السالمة وزملائك بالاستوديو، موضوع جميل ما شاء الله، متمنياتي أن تعم الاستفادة إن شاء الله، تحياتي العالية من عوين تيتوسة. تحية لك يا ملعينين وتحية للمشاهدين اللي صنتنا من عوين تيتوسة، نحييك أكيد ونشكرك وني بيك وني بيكم أنتم كذلك مشاهدينا الكرام داخل أرض الوطن والله خارج أرض الوطن، دائما نشكركم ومستمرين دائما كذلك. طيب الخواطر يقول سلام مرحبا سالم شطاري، نتمنى لك الصحة إن شاء الله، مشكور حتى طيب الخواطر، دوام الصحة لك إن شاء الله وطول العمر وزكات الأيام يا طيب الخواطر، مشكور حتى ونحييك ونحيي كذلك المشاهدين الكرام. دائما الخليفة القصير من أهل الغربة اللي بحال فرحان اللي من أهل الغربة، عندي عنكم لا يعتف بيد واحدة يا أخوتي تعامروا في هذا العيد تعامروا في هذا العيد، تعرف يعني تعرف يا احمد عنه بعض البرامج راهم لقاو ياسر من الاصدقاء ولقاو ياسر من رجلي وخلاته يتعارف وخلاته يعني، وهذه يعني هي فرصه خاصه من نتكلموا عن وفيائنا خارج ارض الوطن يا اخوتي، لا شوفوا لكم الاخبار شنهي وشوفوا يعتف بليده واحده. على الخليفة القصير يقول العيد في الغربه ما هو كيف العيد في الخيام، ورغم ذلك الناس هون محافظين على طقوس العيد كيف الى عادوا في الوطن الام. زين هذا والله الشيء فرح وشي يعني صراحه، منين تجبر مثلا بليدات والله مناطق في دول خارج والله في دول اخرى نجبروا يعني بليدات فيهم العرب مثلا والله فيهم ناس يعني بين يعني المهاجرين والله المقيمين خارج ارض الوطن نجبروا بليدات يعني احياء معروفه انه رجلي فيها يعني متعارف ويحيي هاي الطقوس ويحيي مثلا اجواء العيد واجواء الفرحه اللي تعود في نهار العيد، وهذا شيء زين اكيد. وكيف ما قلنا تقريبا سبحان الله هذو الناس اللي يعودوا مثلا خارج الديار ولا مهاجرين لبلد ثاني، سبحان الله الانسان اللي يبعد على اهله ويبعد على على خيمته مثلا والله على الرجل اللي كان عايش معاه يعود عنده نوع من الحنين للثقافه والعادات، وبالتالي يعود هو اول واحد يحافظ على ذا النوع من الثقافه والله على عادات، وكانوا يبينها للناس الثانيه كانوا يمثلها احسن تمثيل. يا غير الساعه اللي يعود هون يعود مع الرجل ومع الناس اللي كيفوا مثلا من نفس الثقافه، ما يعني أهمية الثقافة ما تظهر له، كيف ما قلنا ياسر من الشباب تجبرهم تنساو ياسر من العادات اللي كانت تخلق عند المجتمع والله عند المجتمع الصحراوي. يا غير سبحان الله كيف ما قال سواء الخليفة القصير والله المتدخل الأول اللي سبقوا فرحان يعني قال عنه في يعني في ديار المهجر والله في بلدان خارج 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 بلدان والله خارج خارج الوطن تجبرهم محافظين على ياسر من العادات، وكانهم يبينوها مثلا للناس الثانية كانوا يبينوها مثلا خاصة أننا نعرف ياسر من الناس اللي هم خارج أرض الوطن تجبرهم مستهمين قبالة بالثقافة الحسانية، كانهم يالتهم يتعرفوا عليها يالتهم يعرفوا ياسر من
من خبايا دي الثقافة به الناس دركت كيف ما تعرفي السالمة غالبية معلوماتهم عن الثقافة الحسانية لما عاد مثلا برامج كيف مثلا برنامج مراحل فرقان ولا برامج ثانية لما عادوا كيف دي البرامج تجبر الناس مصادر معلوماتهم لا من الانترنت والله لا من شي من فيديو مثلا مروج داخل 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 الشبكه العنكبوتيه وتجبري عليه مغالطات ياسره وبالو غير صحيحه بثاثا لا يلصق له حد عنوان ويقول لك مثلا هذا من الثقافه الحسانيه والله هذا من كذا كذا وتجبري اشاعات اللي هي مغلوطه تماما. فبالتالي دور نحن كاعلاميين والله كصحفيين اللي نشتغلوا داخل هذا المجال اننا ما امكن نبين والله نظهروا جانب من الثقافه الحسانيه بايجابياتها وسلبياتها وكذلك الناس اللي هم خارج ارض الوطن حتى هم يحافظوا على موروثهم الثقافي كانهم يمثلوه احسن تمثيل. بالفعل يا احمد وهذا اكيد اللي يعني هدف البرنامج اللي بطبيعه الحال من بين ولا نقولوا من بين اهداف البرنامج اللي هو تعريف موروث الحساني. فدائما معكم مشاهدينا الكرام دائما مستمرين اكيد برنامجكم مراحل فرقان على قناتكم رمال تي في نحييكم ونشكركم. فمن بين كذلك الرسائل اللي لحقتنا مجيد يدور يضيف شي قال الا شي هون ندور نقولوا لكم شعاد طارئ في العيد هو الصورة الجماعية بين الناس الحي هذا الشعاد يرمز لتماسك وتضامن بين سكان الحي هذا يعني بين الأمور اللي شرنا لها وقلنا على أنه ذاك تماسك اللي يخلق تماسك يعني حتى قبل من قلنا خارج بعض الأحياء سبحان الله تجبر فيهم تلاحم وتجبر فيهم صلة أرحام غير عادية على عكس مثلا بعض الأحياء الثانية اللي نجبروا ناقصة والله ما نعرفوش إنه مرض ذا أجواء العيد ما يظهر قاع فيها أجواء العيد داخل ذاك الحي اللي تكلمت عنه هذا التالي تصبري عن أجواء العيد داخله ما يعني ما يظهر قاع بتاتا بحكم يعني كيف ما قلنا رغم يعني تقد تعود طول العشرة يا غير ما هو خالق احتكاك بين أفراد الحي والله ما يعني الناس ما يمداخلة من بينها بالفعل ولا ذكر التداخل عليك مثلا والله عدمه تداخل والله قلته نعرفوا عن ياسر كذلك العيد هو فرصة في جميع يعني البلادات فرصة لأنه ذاك الصلح يخلق مثلا يجي مثلا حد يعود مثلا ما كان متهاجر مع حد والله ما يكلمه نجبره يعني مثلا نهار العيد والله نهار العيد لا بده يمشي لعنده يزوره يقول متسامحين متغافرين هذا يعني من بين الأمور نسمعوها أحيانا يعودوا قاع ما هم متخاصمين وتسمع كلمة متسامحين متغافرين متسامحين متغافرين هذا يعني من بين الأمور اللي ميزة للمجتمع الحساني ميزته حتى عن باقي المجتمعات يعني تجبر مثلا ناس والله كهلات والله شيب والله شباب يعني تجبرهم لا بد يسلموا على بعضهم البعض لا بد يزوروا بعضهم البعض وتسمع لا بد تسمع كلمه السامحين المتغافرين على اللي مثلا طروا على اللي هي طروا على يعني دائما سبحان الله الانسان هون تجبر ذوك روح التسامح اللي تسيد نهار العيد وذاك روح الموده وذاك يعني الانسان ينسى كامل شيء كامل شيء يعدلوا ورا ظهره ويشوف مثلا الامور اللي هي بطبيعه الحال صالحه له صالحه بطبيعه الحال لجاره أكيد سالمة تكلمنا قبيل عن المأكولات اللي كانت تخلق والله اللي كانت في العيد تخلق عند الرحل فأكيد أن حتى الدرك يعني ياسر من نقول المشروبات اللي مازال محافظ عليها المجتمع الحساني منها الزريق والله المريس والله تنبور ما بين قوسين والله تبيخة والله تدقيت والله يعني ياسر من المأكولات تدقيت يعني ياسر ثانية سابقها اللي هي تنبور ما والله شن قالها قلت تبخة والله شن تبيخه شعيده تبيخه هذه تعدل اللاب بالحمل بل ايه تبيخه علاش تكلمت انا يعني هذه تبيخه ثانيك ماشي تبيخه شي اكله ماني عارفتها لا هي هذه معروفه كاع ما يدار كاع لحد تبيخه هي كيف ما تعرفين تعود اللاب بالحمل بل والماء والملح وتطيب يعني بشكل عادي يعود فيها المكون الحم بالدرجه الاولى يعني بالتالي هذو من بين الوصفات والله المأكولات اللي تكلمنا عنهم في حلقات اللي سبقت مازال محافظ عليها المجتمع الحساني
رغم كيف ما قلنا تطور التطور والله دخول مأكولات ثانية اللي هي دخيلة عن المجتمع الحساني. فبالتالي كيف ما قلنا هذا عيد الفطر اللي سميناه بويل عيد الباس والله هو فرصة كيف ما هو عنه فرصة للتلاحم الأقارب والله صلة الأرحام والله التسامح والله شذا نبتو كذلك هو يعني فرصة نقولوا إعادة الارتباط بالثقافة الحسانية وبالموروث الحساني واسترجاع ياسر من العادات ياسر من التقاليد سواء في الجانب المأكولات والله جانب اللباس والله جانب جميع الجوانب اللي تدخل في الثقافة الحسانية هي فرصة كذلك في العيد كان نسترجعوها كان نثبتوها باش الجيل اللي جاي من بعد الجيل ما ينساها وكانوا يتم محافظ عليها من بعد الجيل بالفعل. وهذا يعني من بين الأمور اللي خاصنا يعني نراعوها كعائلات كأسر اللي طبيعة الحال خاصة تحث على ذاك وتحث هذا للجيل وتفكروا وتفقدوا في ذاك. دائما معكم مشاهدينا الكرام على رسائلكم اللي تبعثونا من خلال الصفحة الرسمية ريمال تي في أوفيسيال وفي برنامج مراح الفرقان. هون بضانية الجنوب تقول عواشركم مبروكة عواشرك مباركة كذلك والنبيك محمد سالم الشاعر مازال يا اخوتي اللي يتحفنا بقفانه الزينين يقول المخممني يا غلانه كون الصبح العيد وانت تل بعيد وانا قبل الشرق بعيد المخممني يا غلانه كون الصبح العيد وانت تل بعيد وانا قبل الشرق بعيد. هون يعني الاخبار شوينه اخبار شوين راه مازال ان شاء الله اللي ما التحق لا يلتحق خاصه اللي مثلا تل واللي شرق له يتقال مازال يعني هذو ثلاث ايام اللي بقاو والله يعني الانسان يترايا باش كان ما نسمعوا بحال هذا يعني هذا يعني كيف نقولوا شوف الغزل وشوف باقي في الأخلاق المخممني يعني الإنسان متخمم وياسر من الأمور المخممني يا غلانة كون الصبح العيد وانتي تل بعيد وانا قبل الشرق بعيد زين. كذلك مبارك قنوش يقول يجب أن نصل من قطع الأرحام حلقة في المستوى. تحية لك يا مبارك قنوشي وأكيد هذا هدف البرنامج ونشكركم أنتم كذلك على مشاركاتكم الزينة اللي تحيوا بها الحلقة ونشكروا دائما المتتبعين الكرام. هون خليفة القصير يقول قاف خالق شاعر فم في البتيت معروفالو من مدالو ونشكروا الشاعر الهيط ما خلى شي ما قالو زين. يقول خالق شاعر فم في البتيت معروفالو من مدالو ونشكروا الشاعر الهيط ما خلى شي ما قالو والله لما شكور ونشكرك انت كذلك يا خليفة القصير نشكرك دائما ونحيوك ونحيو من خلالك كل مشاهدينا الكرام اللي اكيد وفي البرنامج ودائما مستمرين معاكم مستمرين بطبيعة الحال في نقاش بعض مظاهر طقوس الاحتفال بالعيد في مجتمع الحساني خاصة هذا العيد الفطر اللي يميزوا على أنه الإنسان حتى بالنسبة للباس نجبروا كذلك التريكة الصغيرين خالق اللي يتم مثلا والله يعود مصر على أنه تركتو تلبس اللا تقليدي مثلا يلبسوا دريريعات يلبسوا مثلا طافيلات يلبسوا شاشيب ما يلبسوا مثلا هذا جينات العادو وهذه يعني هذه من بين الامور اللي خارجه من الاسر اللي تحرص عليها خاصه نهار العيد لانه يقول لك نهي مثلا عدلوا زيارات مثلا العائله وبالتالي منتي مثلا ما لهي تمشي مثلا ما هي لباسها مثلا لابسه جين وبالتالي تعود الاسر متقانيه نجبروا بعض الاسر اللي نحيوهم طبيعة الحال يصهروا على أنه وليداتهم والله تركتهم يلبسوا اللا تقليدي العائلة يلبسوا ذراريعهم والله أبسط شيء مثلا ذاك هذا اللباس التقليدي اللي يعود اللا غميجة مثلا وسروال يعني غير يعود في صالة العرب طبيعة الحال. هون كذلك حتى الطافيلات
يلبسوا طبعا الحال ما يصالحهم يلبسوا الملحين ومازالوا صغيرات يا غير يحرصوا على انهم يعودوا لابسات الشاشيب الشاشيب لانه شكانوا يلبسوا لنا في طبعا الحال ملي يكون الشبيبات ولا الطفيلات الصغيرات لا الكساوي اللي يعودوا ساترات وافيات شويه ايه وافيات وساترات وهذه من بين الامور اللي تخلق في بعض المناطق وبعض الاقاليم كذلك اكيد سلمى وكيف ما قلنا قبيل انه الى مثلا الى خرصنا مثلا والله رينا مثل هاي اللي صار اللي تحافظ مثلا والله هاي العائلات اللي تحافظ على الموروث الثقافي والله على خاصه في جانبه اللي هو الزي التقليدي فاكيد ان هي مبادره والله نقولوا ما هي مبادره اذا قلنا مبادره اللي تعد عنه الشيء اللي ما كان ومات لا يا غير هي شنو نقولوا صفه محموده لا بد والله لازم على كل من حد من اهل الصحراء ومن الرجل اللي هو مستهم بالثقافه الحسانيه ويقول عنه يشجعها وعنه كذا وعنه لا بد نشجع هذا الجيل عنه يحافظ عليها لا بد له والله يا السكان يساهم بدوره في تنشئه الجيل على ياسر من التقاليد ومن العادات اللي كانت في تراثنا وكانت في ثقافتنا الحسانيه نقولوا قل عادت قليله شوي بحكم يعني كيف ما قلنا بحكم ياسر من الامور اللي عادت طاريه عن المجتمع الحساني يا غير يجي العيد سواء عيد الفطر ولا عيد اللحم يجي العيد هي فرصه من اجل اعاده احياء الصله من بين الموروث الثقافي عند المجتمع الحساني ومع كذلك الفرد الصحراوي كذلك العيد والله عيد الفطر هو فرصه تكلمنا قبيل عن الناس اللي يعودوا خارج أرض الوطن هي فرصة لهم كانهم يعني كانهم يرجعوا عند أهلهم يرجعوا لك التقاليد وكانهم يعني عيدوا مع أهلهم داخل أرض الوطن حق يا أحمد معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا أهلا حبيبتي بيك مرحبا بيك وني أهلا بخير الحمد لله مرحبا سلمك. الله يبارك فيك مرحبا الاسم الكريم عوشر مبروكة علينا وعليك بالصحة والسلامة إن شاء الله معكم عائشة من الكريمين مرحبا بك يا عائشة مرحبا مرحبتي تعيدي وتعاودي إن شاء الله وتعيدي وتزيدي وإن شاء الله يدخل عليك عواشر بالصحة والسلامة وطول العمر وزكات الأيام ونحيوك ونحيو من خلالك ساكنة الواد نون قاطبة نحيوهم دائما ونشكرهم ياسر من المشاهدين معنا من الواد نون نحيوهم أكيد ونشكرهم ودائما كيف نقولوا ياسر بالامور خاصه تعود يعني نحافظوا عليها بحكم يعني ياسر من التغييرات اللي يطراو ياسر من التغييرات اللي خلقوا في مجتمعنا يا خير تبقى مثل دائما سبحان الله تجر الانسان دائما ترجعوا كيف نقولوا للاصل وترجعوا للامور اللي قالت تتم محافظ عليها به اللي مثل تميز الانسان مثلا قد منين نجبروا مثلا انسان مثلا في بلد خارج مثلا ما هو مثلا في بلادته والله ما هو في مدينته والله في منطقته نجبره مثلا امور اللي تميزوا شنو قد منين تكلموا مثلا عن اللباس مثلا ياسر من الامور اللي خصنا يعني نسهروا على انها تعود ميزه الانسان هون بطبيعه الحال عفوا ياسر من الرسائل اللي مازالوا يلحقونا من المشاهدين الكرام كذلك على ذكر الشباب وعلى ذكر هذا الجيل هون طلع قايلها الشاعر محمد والسويح نحيوه من هذا المنبر يقول يا الشباب لبس شي قدك هذا بطبيعة الحال يحث على الشباب يعني على انه محافظ على التقاليد وعلى العادات وعلى بينهم اللهجة بينهم يعني ياسر من الأمور يقول يا الشباب البس شي قدك لهجة حسانة عطاها لهجة بوك ولهجة جدك وسلافك لا تتخطاها شين عليك شلاهي تعطيك لهجة ما هي لك ما تعنيك اشلك بيها طيرش وذنيك عنها والتاقي هواها ولوي ملواها لا يلويك ملواها وبياضك لاها لا يلويك ولا يعمل بيك هاك ولا تحرث فثراها احرث فثراك وفتواسيك الحسانية من دواها الدواء بيها اللي داويك من لهجة ما انك ملاها إلين يقول خلي ذيك لا خلي ذيك باش لا خلاها خليها يا قير موصيك على لهجة بوك رعاها ماني كارهة لك كاريك ولاني عطيك كراها ماني كارهة لك كاريك وراني عطيك كراها يا الشباب البسي قدك لهجة حسانة عطاها لهجة بوك ولهجة جدك
وسلافك لا تتخطاها. هذا يعني طلع الشاعر محمد ولي السويح، نشكروه ونشكروا كذلك كل مولي محمد سالم. راه رد علينا في قاف عندي عنه، يقول مولي نقدر نختموا به حلقتنا، يقول نقولوا هذه علامة بها عالمة، نقولوا هذه عالمة بها الخلاق بالصيفة، مبارك عيد السالمة وأحمد زاد والخليفة. زين، يقول نقولوا هذه عالمة بها الأخلاق بصيفة، مبارك عيد السالمة وأحمد زاد والخليفة. والله لو مبارك عيدك إن شاء الله تعيد وتزيد يا محمد سالم الهيط. نشكروك على مشاركتك معنا، ونشكروا كذلك المشاهدين اللي بعثوا لنا برسائلهم ومشاركاتهم، كذلك القيمة الزينة اللي بطبيعة الحال حياة الحلقة. وبطبيعة الحال نشكروكم ونقول لكم عواشركم مباركة، إن شاء الله تعيدوا وتزيدوا بالصحة والسلامة وطول العمر وزكات الأيام. مشكورة أحمد، مشكورة حتى السالمة. ونذكر مشاهدينا أنهم ما زلنا في حلقات أخرى من برنامجكم مراحل فرقان، مواضيع أخرى. عيدكم مبارك سعيد، ابقوا أوفياء لبرنامج مراحل فرقان وقناتكم ريمال تي في في بث آخر مباشر على قناتكم ريمال تي في. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. ريمال تي في تتمنى لكم رمضان كريم، باقة رمضانية متنوعة لكل العائلة، صحة، موضة، تقنية، مجتمع، سياسة، رياضة وغيرها من البرامج من أجلكم. تابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك ريمال تي في أوفيسيال، أو عبر قناتنا على اليوتيوب ريمال تي في.